المشكله هي ان هناك انسحاب امريكي من المنطقه، هو انسحاب استراتيجي، هو تحول دراماتيكي في الحسابات الامن القومي الامريكي، الانتقال من اعطاء الاهتمام او المركز الاول الاهتمام بمنطقه الشرق الاوسط ومنطقه اسيا الاستراتيجيه الى منطقه اخرى وهي جنوب بحر الصين والمحيط الهندي. هذا هو مركز الاهتمام الرئيسي للأمريكان. مركز الاهتمام الرئيسي للأمريكان هو تقليص أو تحجيم أو إبطاء نمو العملاق الصيني ومن خلفه روسيا. عشان كده كل الإشكاليات أو الصراعات اللي في المنطقة تريد الولايات المتحدة أن تنجزها بأسرع وقت، تتركها لأصحابها في المنطقة وليست على استعداد للتدخل أو دفع أي فاتورة مكلفة بالنسبة له. ده منطق إدارة بايدن. فمن هنا نيجي بقى لفكرة الاتفاق النووي مع إيران. إدارة بايدن نفس الفريق اللي هو موجود معاه اللي هو بلينكن، بيل بيرنز رئيس CIA، ويندي شيرمان، جيك سوليفان، كل هذه المجموعة كانت هي عضوة في نفس الفريق الذي تفاوض على الاتفاق النووي الأول مع في إدارة أوباما. يشعرون أنهم الأباء الروحانيين أو الروحيين بهذا الاتفاق الاول او المسودة اللي اتعملت ثم اصبحت اتفاقا، ويرون ان ادارة ترامب اعتدت على هذا الاتفاق بشكل ظالم ويريدون اعادة هذا الاتفاق كما هو باسرع وقت ممكن والخروج من المنطقة وترك المنطقة للايراني والتركي والاسرائيلي. يعني العالم العربي منطقة صراعات، مسرح العمليات يتم على أرض عربية بدماء عربية بتكاليف عربية بأسلحة عربية، لكن المستفيد منها أو الذي سوف ينظمها هو ثلاث قوى غير عربية، هي الإيراني التركي الإسرائيلي. بالنسبة لحالة اليمن اللي هي موجودة دلوقتي، مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية فيها كبرى، لأن هي استمرت لمدة بس 14 يوم، يعني قبل ما تنتهي إدارة ترامب صنفت الحوثي أو الحوثيين على أنهم يدخلوا في ملف الإرهاب. بعد إدارة بايدن من أوائل قراراتها أن هي رفعتهم عن هذا الموضوع، واكتشفوا أنهم ارتكبوا خطأ كبير. والمذهل أنهم الآن بيقول لك طب إحنا هنفكر نشوف بندرس هل نروح ولا ما نروحش، نرجع ولا ما نرجعش، مفيد ولا مش مفيد، هل هيساعدنا في ادخال المساعدات الانسانيه؟ من امتى كان الحوثي بيسمح بمساعدات انسانيه؟ كل المساعدات الانسانيه اللي كانت في جنوب اليمن تم السطو عليها وبقرصنه سواء بحريه او بريه. الحوثي الان يشعر بنشوه لانه هو أداة من أدوات المركز الرئيسي اللي هو موجود في طهران. إيران تريد أن تستغل الحوثي كما استغلت كل أدواتها اللي موجودة في خمس عواصم عربية بهدف الضغط على المنطقة وعلى الأمريكان من أجل إنجاز الاتفاق النووي. فالمفاوضات في فيينا، لكن العمليات تتم في المنطقة. العملية الحوثية اللي هي الأخيرة دي هي تعكس حالة عصبية. ليه؟ لأنه هناك خسائر كبرى الآن في مأرب وفي شبوة بواسطة قوات العمالقة والجيش الوطني اليمني، في ضربات محكمة جدا في صعدة وفي مركز الحوثي وفي شمال صنعاء. فطبعا يشعروا بتوتر كبير. ايضا ايران اللي هي المركز الرئيسي او السنتر بتاع العمليات تشعر بقلق شديد بسبب ما يحدث في العراق، فوز الشيعة العرب برئاسة مقتدى الصدر. تشعر بتوتر في سوريا لان روسيا تريد ان تخرجها او تقلص دورها من سوريا بحيث تصبح روسيا هي الفاعل الرئيسي في الامن الداخلي للوضع السوري. تشعر بتوتر لانه في لبنان في هناك ضغط شعبي وهناك تجرؤ من الراي العام على حزب الله. اماكن كثيره جدا تشعر بان هناك
يعني الوضع مش ملائم له، فهناك توتر في المركز الرئيسي، وبالتالي تلاقي الأطراف اللي هي زي الحوثي في حالة عصبية، لذلك يقومون بعمليات غير أخلاقية مخالفة للقانون الدولي ضد مدنيين أو ضد أهداف مدنية في قرب أبو ظبي وفي المملكة العربية السعودية.